سوف تكون لفضيلة الدكتور الشيخ حجاج العبادي على الإذاعة والتلفزيون العربي. وأرجو من السادة الأمير أن يفسحوا المكان للسادة الأمراء والسادة الضيوف. مولانا كرسي يا عم، كنت ده ايه ده الكرسي اللي في الشارع ده؟ بس البايخه دي تقعد كده. حجاج الله يبارك فيك. بس يا ابني غلط كده، غلط كده، خرب بيوتك. لا عليهم يا ابني، عايز حاجه؟ ما بقاش ما يتمش في انا ماشي. عايزين نقعد الناس دي بس كده. كل دول كل لو سمحت اللي هنا دي. الناس اللي هنا دي تقعد بس. اقعد يا عم اللي عندك انت. اقعد يا حاج. تعالى انت بقى. على رضا. ايوه كده. اقفل يا عم الكرسي ده. انا عايزك تدور الكرسي جنبنا اهو، جنب مني اهو، هات الكرسي ظهره جنبنا اهو. بس محدش هيقدر يخش بقى. اقعد يا عم انت بقى. ازاي ده شبعت يا حجاج؟ مساش طيب. خش يا رضا. خد راحتك، بطانية ومرتبة وكل حاجة. رضا سيبه بقى الحاج بقى. ولا تشيل الصفيحة بتاعتك دي. روح. الكبسة اللي جايبينها. جايبينها ايه؟ أبو عمر مشي. مع السلامة. الكلام ده مش من جاي. مش من جاي بطل. كل الساعة محترمة فيها. يمكن نوعا ما. واخد مين بعد شديد نسمع. هجيب حلم الجمل. هات الجمل اهو. هو قال لك مش هقرا، قال مش هقرا. مش هقرا. رايح فين؟ السكة اتقفلت من هنا. ما تتقفل يا عم الحاج. عم الفضل. عم الفضل. يا استاذ احمد كده النظام كده ينفع؟ عادي. ده منظر بس عندك انا بكلمكش. ممكن تقعدوا بعد اذنك؟ بعد اذنك هتقعد معايا هتشوف الكرسي. بعد اذنك؟ بعد اذنك؟ اقعد بعد اذنك هتمشي. اقعد يا استاذ. ما عندناش غير كده. انت يا ابني. يقعد يعني على دماغنا، مش هيقعد يبقى بالسلام. انا رحيم. خلاص يا حاج. كله كله لا كده لا لا هو ايديك عشان نور بس الحجاج الله ينور عليك. خلي بالك في الشاشة. ماشي يا معلم باشا. ماشي يا معلم باشا. Thank you.
الزعيم. ألم يروا اعمل لها ايه؟
كده حبيبي كده ما بتحلش وَيَا أُمَّ اللَّهِ فَأَوْفِيَ الصُّلُّ
معاك يا سيدنا، اقسم بالله انا معايا حاجه. الله يفتح عليك، انت عمال تهزين الكاميرا كل شويه، حرام عليك. الواحدة امسك يا دكتور. عسل 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 عسل. Okay.
احسن ناحيه حسن والله يا مولانا حسن خالص جلبت صاحب المدرسة المدينة القرية الشيخ الشحات محمد أمر.
قرأ التلاوة المباركة للحديث في القرآن الشيخ حجاج الهلالي وقال إذاعة الرجال العربي.